اخبار اليوم. خالد عياش بنرحب بيك بقى اخبار اليوم وبنقول لك الف مبروك على مين العاش، وكنا عايزين نعرف ايه رايك في ردود الافعال اللي حصلت بعد ردود افعال في منها ناس اللي بتنتقد برامج المقالب بشكل عام، وفي اللي مبسوط جدا، وفي اللي مش فارق معاه. فردود الافعال الناس اللي مش عاجبها برامج المقالب هي دي اذواق، وفي ناس بيعجبها وفي ناس ما يعجبهاش، وده طبيعي. اللي مبسوط يا رب يكون البرنامج عجبه. بالنسبه للي مش فارق معاه ان شاء الله يفرق معاه في يوم من الايام في العاده العرض التاني يعني. اما بالنسبه للي عنده مشكله بشكل عام مع برامج الترويع بقى والارهاب والكلام ده كله، ده نوع يعني فاهم، نوع هيخلص وبيتعرض وهيتذاع ويخلص، وهيظهر موضه تانيه غيره، وهيظهر موضه تالته، وده طبيعي يعني. خالد المقلب كان تقيل شويه. التقيل بس، وانا في حلقات انا شخصيا ما كنتش راضي عنها يعني، بس انا مش الشخص المسؤول الوحيد في يعني انا ما عنديش القدر الكافي من النجوميه اللي يخليني اكون انا المسؤول الوحيد عن المقلب يعني، او عن البرنامج، او عن شكل البرنامج في الاخر يعني. متوقعين منك ايه تاني قريب غير المقالب؟ انا عندي فيلم ان شاء الله نازل بعد العيد على طول اسمه البابي فوت امل، مع شريف سلامه ومع دره، وفي فيلم تاني اسمه سكر بره مع مجموعة من شباب مسرح مصر كده برضو ان شاء الله نازل في نفس التوقيت او يمكن بعديها بشوية، لسه مش متأكد. خالد انت شايف نفسك في الكوميديا اكتر من الدراما، مع ان ممكن انك تشتغل دراما اكتر؟ والله مسألة ارزاق اللي بلاقيه يعني، وتمام. يعني انا جاي في اي حاجة، الحاجة اللي تلاقيها مناسبة وشغالة وتمام وظروفها كويسة ومناسبة لوقتي فبعملها على طول. البرنامج بتاعك واقف دلوقتي في رمضان، منتظرين الراديو؟ في الراديو لا، احنا موعدنا من 1 ل 3، مواعيد صعبه شويه، بس يعني ان شاء الله هنرجع بعد رمضان في مواعيدنا الطبيعيه ان شاء الله.